بذور الشيا من البذور المفيدة اللي بتساعد على التخسيس وإنقاص الوزن. ليه؟ إن هي بتساعد على التخسيس وإنقاص الوزن، بتحتوي على محتوى عالي من الألياف والبروتين، فبالتالي اللي إحنا لو تناولناها قبل الوجبة بتبدأ البذور دي بتحسسنا بالشبع، بتساعد على الشعور بالشبع وبالتالي إنقاص الوزن وسد الشهية وخسارة الوزن. نقدر نستخدم بذور الشيا عن طريق اللي إحنا باخدها بدوبها على كوباية من الحليب أو كوباية من المية أو كوباية من العصير، معلقة صغيرة يعني معلقة صغيرة منها بجيبها واحطها واضيفها على كوباية من الحليب او العصير او المية، بتركها في الكوباية ممكن نص ساعة الى ساعة. اول ما المية بقى تبدأ تتغير، المية او الحليب او العصير يبدأ يتحول لشكل جيلي او شكل هلامي، ببدأ اتناول المشروب ده قبل الوجبة ب10 دقائق، تساعد على انقاص الوزن وسد الشهية والشعور بالشبع، فاقدر استخدمها للتخسيس. وطبعا لو اي حد عنده مشكلة صحية لا يفضل تناولها الا باستشارة الطبيب بتاعه، ومهم جدا برضو ان احنا نستخدمها في صورة سائلة، لا يفضل ان احنا نستخدمها واضيفها على السلطة او اضيفها على اي الزبادي، لا انا عايزها في صورة سائلة اضيفها على كوباية من الحليب او كوباية من العصير او كوباية من المية، دي افضل طريقة تجنبا لمشاكل ممكن تحصل، لكن لو خدناها في صورة سائلة من الحاجات المفيدة.